جد مهمة، توقيع ديال واحد الاتفاق اللي هو مرحلي اللي غادي يدينا ان شاء الله مراحل اخرى في المستقبل، واللي بعد يعني بعد شهور ديال الحوار والحوار الجاد والنقاش والمسؤول ديال الحكومة وديال يعني الكتاب العامون ديال النقابات توصلوا انه واحد العدد ديال الملفات اللي كانت مطروحة لمدة سنوات باش يمكن تلقى الحل ديالها باش تسهل المأمورية باش يكون واحد الجو ديال الثقة وديال التعاون، وهذا الجو ديال الثقة اليوم كاين وتوقع وان شاء الله غادي يدينا النقاش يعني حول يعني الستاتيو ديال الأستاذ الموحد في المستقبل، ونتمنوا انه يعني جميع الفعاليات من بعد يكونوا موجودين معنا في النقاشات المستقبلية اللي كيقودها السيد وزير التربية وكيقودها بجدية، الحمد لله مناسبة يعني للتهنئة ديال جميع لي بارتنير في هذه العملية. شكرا لكم.